السلام عليكم يا مساء الفل يا مساء الجمال. النهارده ان شاء الله هنبدا الفصل السادس اللي من وجهه نظري انا هو صح، هو سهل جدا والدنيا ماشيه معاه بالترتيب، لكن هو فيه ضخامه في المعلومات او كتير من المعلومات. حاولنا ان احنا نعمل ايه بقى؟ ان احنا نعمل شويه مفاتيح للموضوع من فوق كده، شكله عامل ازاي، اللي بيها نقدر ان احنا ناكل الخمس فيديوهات اللي جايين بنفس السيستم بالمفاتيح دي. فمحاضرة النهاردة مهمة جدا جدا جدا، كوباية قهوتك تنزل تخبط اللايك الجميل، ويلا بينا نبدأ الفيديو على روقان ونمسك النقط دي واحدة واحدة والتفاصيل دي كلها واحدة واحدة، ونفهم الفصل بيتكلم عن ايه. يلا بينا نبدأ. الفصل السادس وعنوانه بيتكلم على التنفيذ العملي لبرامج المراجعة الخارجية. يبقى بالتالي انا هاخد البرنامج اللي المفروض بنتكلم عليه كل الفصول اللي فاتت وننزل نطبقه بطريقة ما، هنشوفها هنا ونشوف يعني ايه برنامج المراجعة او ما هي برامج المراجعة بالتفصيل. محتوى الفصل كده من بره بيتكلم في المراحل الأساسية لأي برنامج مراجعة، وده أهم نقطة أو أهم جزئية في الفصل كله. ليه؟ لأنه هيبدأ يقول لك إحنا في أي برنامج حضرتك هتشوفه في خلال الفصل ده المفروض إن إحنا هنعمل واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة في أي برنامج، فهيبدأ يعرض عليك بعد كده مجموعة من البرامج، نبدأ إحنا بمجموعة البرامج دي نمسك برنامج برنامج منهم ونعمل واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة اللي إحنا عرفناهم في اللي هنعرفهم الفيديو ده، ونجيب البرنامج التاني ونعمل نفس الخمسة، ونجيب البرنامج التالت ونعمل نفس الخمسة، ونعرف أهداف كل برنامج منهم إيه. وبالتالي الموضوع هيبقى إن شاء الله بإذن الله سهل جدا 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 إن شاء الله بإذن الله. تمام، أنا مقرر إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نخلص الفصل ده في خمس فيديوهات أو بالكتير أوي ست فيديوهات بالأسئلة. تمام، فان شاء الله باذن الله مع بدايه النهارده كده، بدايه من الفيديو ده زي ما قلت لك واحده واحده، وحاول تاخد الموضوع من بره كده منظر من بره. طيب دي المراحل الاساسيه اللي هنتعلمها مع بعض. بعد كده هنتكلم في انواع بقى البرامج، في برنامج لدوره الايرادات والتحصيل، ودوره الشراء والسداد، دوره الاصول الثابته، دوره الاصيده النقديه، المخزون السلعي، حقوق الملكيه، اللي هي ايه؟ اللي هي كل ما يخص قائمه المركز المالي من اصول، من حركات بيع وحركات شراء والتزامات وحقوق ملكيه. فاحنا هنبص على قائمه المركز المالي دي اللي هي بتضم كل حاجه في الشركه وبتضم كل انشطه الشركه، الحاجات دي كلها ازاي بنراجع عليها من خلال برامج المراجعه اللي هنتعرف عليها اكتر واكتر في خلال الفيديوهات اللي جاي. طب لما اتكلمنا عن المراجعه بشكل عام كده، قلنا ان احنا اول حاجه بنعملها هي ان احنا بنمسك الرقابه الداخليه ونقيسها ونشوف الرقابه الداخليه دي مدى قوتها ايه ونقط ضعفها ايه، ونبدا نشتغل ونشوفها هي شغاله جوه الشركه بشكل عامل ازاي، والاجراءات بتاعتها ايه والسياسات بتاعتها ايه والكلام ده كله. طيب لما نيجي بعد كده الخطوه اللي بعد كده بنشوفها ايه؟ بنشوف مدى الالتزام بقى بالنظام الرقابي ده ومدى تطبيقه عامل ازاي. ده كده في المراجعه لما اتكلمنا في خلال الفصول اللي فاتت على المراجعه كمفهوم كده من بره، يعني بالعموم كده بالعاميه، يعني مش كعلم، يعني احنا بنحاول نبسط الدنيا شويه. ماشي، فاول حاجه بنشوف النظام اللي جوه شغال عامل ازاي ومدى التزام الناس اللي جوه بقى بالكلام اللي هم قايلينه ايه، وايه هي الفروقات، ونجمع الادله على الفروقات او على الكلام والتقارير اللي احنا بنعمله، وبعد كده بنبدا نقول التقرير بتاع المراجع شكله عامل ازاي. نفس القصه بالظبط بس بشكل مفصل اكتر، بنفس الخطوات بنفس كل حاجه. فلما تيجي تقول المراحل الاساسيه لاي برنامج مراجعه، المرحله الاولى هو اختبار الالمام بمدى وجود اجراءات الرقابه الداخليه، حيث يقوم المراجع الخارجي بجمع معلومات عن نظام الرقابه الداخليه محل الفحص. نفس الكلام اللي احنا كنا قايلينه على المراجعه، حضرتك هتنزل على الشركه تشوف الاجراءات والرقابه الداخليه عامله ازاي، وتشوف قصتهم عامله ازاي، وتبدا تفتش وتشوف
السياسات بتاعتهم، تلم المعلومات وتلم الكلام ده كله. تمام، بتعمل الكلام ده ازاي؟ بتقارير. التقارير الوصفية بتقعد تشرح وتتكلم عن كل نقطة بتحصل من الرقابة الداخلية بكل الإدارات، بتنزل زي بعد ساكن وتشوف الإجراءات اللي متبعة في كل ما يخص الرقابة الداخلية زي ما اتكلمنا عنها قبل كده بجزئية بشقيها، يعني اللي هو الجانب الإداري والجانب بتاع المراجعة الداخلية. الاتنين بنزل أشوف كل حاجة تخص نظام الرقابة الداخلية عامل إزاي، واكتبه في التقارير الوصفية وقوائم الاستقصاء وخرائط تدفق العمليات. يبقى أنا عندي 3 وسائل، الوسيلة الأولى التقارير الوصفية، الطريقة التانية قوائم، أو مش الطريقة يعني الأسلوب التاني، وده كله بيستخدم. مش معنى أسلوب أول يبقى أنا ما بعملش غير ده، كل ده بيستخدم مع بعض، وقوائم الاستقصاء وخرائط تدفق العمليات، مين بيعمل إيه، وزي ما قلنا السايكل بتاعت كل شغلانة موجودة في الشركة، مين بيمضي ومين بيوقع ومين بيقول الإجراء الفلاني يحصل قبل إيه، والكلام اللي إحنا بنتكلم فيه من أول السنة. طيب، لتحديد مدى جودة تصميم هذا النظام ومدى كفاية إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة. يبقى أنا بعمل كل ده علشان خاطر أوصل للجودة بتاعة الرقابة الداخلية، شكلها عامل إزاي ومدى قوتها وجودتها عاملة ازاي. ودي الخطوه الاولى لاي برنامج خاص بالمراجعه اللي احنا هنشوفها دلوقتي على بعضها. طيب، المرحله الثانيه زي برضو ما اتكلمنا قبل كده، ان هي قياس مدى الالتزام. انا شفت حضرتك حاطط سياسات وقواعد ونظام رقابه عامل ازاي جوه شركتك، واخدت الكلام دوت زيك زي يعني منك كده زي ما هو وكتبته، وقعدت مع ناس وقعدت مع الموظفين ونزلت بنفسي وعملت الـ3 تقارير اللي المفروض انا من خلالهم بجمع المعلومات بالطرق الـ3 اللي قلنا عليهم، اللي هو التقارير الوصفيه، قوائم الاستقصاء، خرائط تدفق العمليات، وعرفت كل حاجه في الشركه زي ما حضرتك قايل وزي ما انا كمان شفت. طيب، اشوف بقى المرحله الثانيه، حضرتك بتلتزم بالكلام ده ولا لا، او مدى التطابق في او ما بين عملية التنفيذ واللي حضرتك قايله، المسطرة اللي انا لسه راسمها بالتقارير والحاجات الحلوة الجميلة اللذيذة دي كلها. اختبار ايه اختبار ده؟ اختبار مدى الالتزام بنظام الرقابة الداخلي الموضوع. خدت النظام وهشوف مدى الالتزام بيه. إذا اقتنع المراجع بسلامة تصميم نظام الرقابة الداخلي فإنه ينفذ اختبارات تحديد مدى الالتزام، مدى التزام المنشأة يعني، بإجراءات هذا النظام، حيث لا جدوى من الالتزام بنظام رقابة ذو تصميم غير جيد. يعني لو في مشكلة أصلا في التصميم، هيبدأ زي ما في الأول خالص قلنا إن لو في مشكلة في النظام الرقابي من الأساس، عادي جدا إن المراجع يرفض المراجعة على الشركه اللي بالشكل ده اللي بالمنظر ده، وبالتالي بياخد خطوه لورا، ما بيرضاش ان هو يراجع. في احتماليه كبيره ان هو ما يرضاش يراجع على الشركه دي، لكن لو لقى النظام شبه مكتمل او معمول بطريقه شبه جيده، وهنبدا ناخد الخطوه اللي بعد كده اللي هي هنقيس مدى الالتزام بقى بالكلام اللي حضرتك بتطبقه. طيب، المرحلة الثالثة وهي تنفيذ الاختبارات الأساسية لتفاصيل العمليات والأرصدة. هبدأ أنزل بقى وأشوف التفاصيل بتاعة العمليات والأرصدة للقوائم المالية مثلا، لو بنتكلم على القوائم المالية. وهنا الاهتمام الأول والأخير بعملية القوائم المالية، زي ما شرحت كده في الأول الفيديو لما اتكلمنا على برامج المراجعه. الحركه تشوفها هنا هي برامج المراجعه الخاصه بالقوائم الماليه، وزي حركات المبيعات وحركات المشتريات. لما اقول حركات المبيعات هي حاجات كتير، مش بس المبيعات. حركات المشتريات هي حاجات كتير، مش بس حساب المشتريات، زي ما اتكلم عن حقوق الملكيه. حقوق الملكيه هي حاجات كتير، مش بس راس المال.
في حاجات تانية كتير وفي حسابات تانية كتير، والنقدية، المخزون، الكلام اللي ممكن يكون فيه لعب وتفاصيل كتير وحركة كتير وشغل كتير، بنبدأ نعمله برامج للمراجعة ونبدأ نشوف هننفذ البرنامج بطريقة عاملة ازاي. فهتلاقينا واحنا بنتكلم على اي برنامج من اللي جايين، هنقول المرحلة الاولى هو اختبار الالمام، اللي هو هلم التفاصيل بقى بتاعت الخاصة بالجزئية دي بس واطلعها واشوف النظام بتاعها عامل ازاي، وبعد كده هبدأ اخد النكست ستيب، الخطوة اللي بعد كده، اللي هي ايه؟ مدى التطابق ما بين اللي حضرتك بتنفذه كموظف في جزئية مثلا المبيعات و السياسة اللي حضرتك حاططها، وابدأ اشوف الفرق ما بينهم، وابدأ بعد كده اقول رأيي ايه في الجزئية دي بعد ما اسحب عينة وابدأ اشوفها بعيني. طيب، وتحدد حجم عينة الاختبارات عكسيا مع درجة الالتزام وقوة نظام الرقابة الداخلي المطبق. يعني دلوقتي لو انا في شركة نظامها الرقابي قوي جدا مثلا، فاكيد هاخد عينة اقل، مش هيبقى الشغل زي ما قلنا برضو من بدايات الفيديوهات بتاعتنا، ان احنا على قد ما موضوع الرقابة جيد وقوي وبيتنفذ والناس ماشية عليه، على قد ما انا بطمن للمراجعة الداخلية وللرقابة الداخلية وابدأ ياخد عينات بحجم اقل، وده بيفيد في الوقت والتكلفة والحاجات دي كلها. لو نظام الرقابة فيه اي خلل ببدأ اكبر حجم العينة واكبر مراجعتي ليها علشان اطمن اكتر ان الحاجة دي او نتيجة الشغل بتاعي اللي هو تقرير المراجع يبقى طالع مظبوط، ولا ظلمت النظام اللي موجود الرقابة، ولا ظلمت الحدث اللي فعلا بيحصل جوه الشركة. أهداف الاختبارات الأساسية لتفاصيل العمليات والأرصدة تهدف للتأكد مما يلي: الوجود الفعلي للأصول والالتزامات والحدوث والعمليات، العمليات المسجلة بالدفاتر تتعلق بالمنشأة محل الفحص، مش أي حاجة، إنه تم تسجيل كل العمليات التي حدثت خلال نفس الفترة، تمام؟ ملائمة إجراءات التقييم والقياس للأصول والالتزامات وعناصر قائمة الدخل، كفاية العرض والإفصاح في القوائم المالية وملائمته. طيب كده يبقى احنا خلصنا المفاتيح او السيستم او النظام اللي هنبدأ نشوفه في برامج المراجعة اللي جاية كلها. هنمسك نفس الثلاث خطوات اللي احنا لسه قايلينهم، وهننزل نشوف الجزئية الخاصة بالبرنامج الفلاني او البرنامج العلاني، ونبدأ نطلع الكلام اللي احنا شفناه دوت والتقارير بتاعتنا والحاجات دي. فالخطوات دي اهم مليون مرة من البرامج نفسهم، لان لو البرامج دي الخطوات دي حضرتك على علم ودراية بيها، خلاص الموضوع هيبقى سهل جدا بإذن الله. محتاج ان حضرتك تتفرج على الفيديو ده مرة واثنين قبل ما تيجي تتفرج على الفيديوهات اللي بعد كده، بإذن الله الموضوع هيبقى سهل جدا. شكرا، واشوفكم المرة الجاية على خير، وسلام عليكم.